إخواننا على التعازي. ونحن كما منعزي محبينه للأستاذ صباح فخري في سوريا وفي الوطن العربي في العالم كله. الحقيقة يوم اليوم حيكون يوم حزين، لكن هذا قضاء الله وما منقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بالأخير عانى جاه المرض هذا وعانى شوي ودخل المشفى ومعاينات وشغلات، بس ولكن أمر الله بده يتم يعني الحمد لله، والعلاج بابا ينفع لأني خلاص انتهى الأمر يعني. فنرجو له الرحمة والمغفرة والرضوان إن شاء الله. صباح فخري شخص عظيم، قلعة من قلاعنا، تراثنا، كان له يد طولة في صونه، كما كان نقابيا بارزا، له يد بيضاء جدا على الحركة النقابية وعلى الفنانين والمكاسب التي حققوها. اليوم في تاريخ سوريا هو يوم حزين جدا لخسارتنا الكبيرة لأسطورة الطرب أستاذ صباح فخري، واللي رفع اسمنا عاليا بجمال صوته، بموهبته الرائعة، بقدوده الحلبية. سمعته هو عم يقول الأذان، الأذان الله أكبر، في أجمل من هيك؟ بواخدك بالقدود الحلبية وبكتير أغاني له لنشوة الطرب، وبياخدك لنشوة إلهية لما بتسمع منه الأغاني الصوفية، القصائد الصوفية والأذان منه الله أكبر. بدونه أغانينا أصبحت جدول لا ما في. نغم سخاطر، نغم كتاب كبير لحد يسأل فيه هي ممكن تنقال هيك. صباح فخري كان ملك هالنغم، الله يرحمه، بقول لك يصبر، الله يصبر اهله ويصبر محبينه ويصبر الشعب السوري على هذا المصاب الجلل اللي نحن خسرنا فيه الاستاذ صباح فخري. انا بقول له نحن بنحبك يا استاذ صباح، فنك رح يضل باقي وعلى راسنا محطوط، وبقول الله يصبر قلبه ويصبر قلب انس واخواته. بدي اقول له ما رح ننساك، ما رح ننساك ابدا، ذكراك باقية وأعماله خالدة وأغاني خالدة. وين ما رحت بأي بلد سافرت، بوقت بتسمع صوت صباح فخري بيرجعك هاد، بتحس حالك إنه فعلا أنت بسوريا، أنت بحلب. هو قامة فنية كبيرة لا شك، أعماله خالدة وحتضل وحيضل بأذهاننا وقلوبنا مثل ما قلت. هذا الشيء اللي بيعزينا لأنه هو ما مات، أنا ما عم بعتبره مات، لأنه كل ما بتسمعه فهو معك، وكل ما حبيته فهو بقلبك. صباح فخري أكبر من كل الحكي. أنا موجودة مو بصفتي مثلا فنانة، لا، أنا موجودة بصفتي إنسانة سورية ممتنة لقامة كبيرة. لما دائما بينقال الفنان السوري، يعني صباح فخري الفنان السوري، كمان بينقال لما بنسافر لكل أنحاء العالم، بينقال لما بينقال سوريا بينقال صباح فخري كرمز من رموزة. الله يرحمه ويكتر خيره، وعمل كتير لهي البلد ورفع اسم البلد فنيا، مثل ما في كتير ناس رفعوا اسم البلد بغير قطاعات، نحن فخورين فيه ومدينين له كلياتنا كسوريين. منقول الله يرحمه، خسارتنا كبيرة، عزائنا كبير بما تركوا من إرث، عزائنا كبير بالحالة الحضارية والثقافية اللي أسس لإله، واللي إن شاء الله ستبقى حية بوجدان وبالشارع العربي عموما وليس السوري فقط. الله يرحمه، خسارتنا كبيرة أكيد، صعب يتكرر، صعب حالة مثل الأستاذ صباح. هو ليس فقط شخص، هو فعلا حالة بما تعنيه الكلمة، هو مدرسة بما تعنيه الكلمة. أثر كبير عند كل المغنيين والموسيقيين السوريين وحتى الموسيقيين بكل الوطن العربي. الأستاذ صباح فخري يمكن خسرناه اليوم، بس التاريخ اللي تركه تاريخ بيخلده كل العمر، ورح يبقى المرجع الأول والأخير لنا بكل ما يخص موسيقتنا وثقافتنا وتراثنا السوري. لكل السوريين، لكل جمهور الفنان الراحل كبير صباح فخري في سوريا والوطن العربي ومسارح العالم التي شهدت فنه، وكان رسولا لسوريا في كل مكان لإرساء هذا التراث الفني العريق الحلبي والسوري بشكل عام. العمر لكم، العمر لكل الشعب السوري، التعزية لكل الشعب العربي وعلى المستوى العالمي إلى كل أهل
ومحبي وعشاق هذه القامة الفنية الوطنية الكبيرة الراحل الباقي الأستاذ صباح فخري.